الوزيرة خلال جلسات المنتدى كان لحضرتك أكثر من مشاركة، ربما المشاركة اللي عايز أبدأ بيها التجربة المصرية في صناعة القيادات. لو تقولي لنا إيه اللي بيميز هذه التجربة عن تجارب أخرى في دول أخرى؟ خليني اقول لحضرتك ان احنا بننعم في مصر بان احنا عندنا نسبه كبيره جدا من السكان شباب. لو بصينا لنسبه السكان اقل من 35 سنه بنلاقي ان هذه النسبه بتصل تقريبا الى 69%، 68.8%، ف 69%، فده حجم كبير جدا من السكان. دول بيمثلوا بالنسبه لنا ثروه بشريه هائله، قوه مصر، مستقبلها. فمهم قوي ان احنا بالنسبه لهذه الثروه البشريه ان احنا بنتكلم على ان هم يبقى يتم تاهيلهم بشكل جيد ويتم تدريبهم بشكل جيد حتى يستطيعوا ان هم يبقوا مؤهلين لان هم يتبوأوا مراكز قياديه في كل مؤسسات الدوله وفي مؤسسات ايضا القطاع الخاص، او ان هم حتى يقوموا بمشروعات الخاصه بيهم.